والله ازيك يا دكتور؟ اخبار حضراتكم ايه؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. انا بس احب اعرفكم بنفسي وبعد كده اتعرف عليكم بقى كلكم. انا بصراحه عايز اتعرف عليكم. انا اسمي محمد تمام. تحسين، انا اكسل انستراكتور بقالي حوالي، يعني عندي خبره في الاكسل حوالي 10 سنين، وشغال انستراكتور في جامعه رساله بقالي من 2020، يعني من 4 سنين بالظبط. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني عملنا تقدم كويس قوي، وفي ناس الحمد لله اشتغلت في الاكسل وداست اكتر في الشغل بتاعها وهكذا. انا بقى حابب اتعرف عليكم، ده اول باتش لينا ان شاء الله، فربنا يكرم ان شاء الله ويبقى حاجة كويسة ان شاء الله، وتبقى تعلموا حاجات جديدة ان شاء الله في شغلكم، وتساعدكم كمان في شغلكم لو انتوا بتشتغلوا باكسل، او لو انتوا ما بتشتغلوش باكسل ان شاء الله تقدروا تشتغلوا باكسل وتقدروا تعملوا حاجات كتير قوي. اتعرف بقى عليكم بقى، انا ما شاء الله انا شايف ناس كتير قوي، فنتعرف بقى على بعض. اللي عايز يتكلم يفتح السبيكر بقى براحته، يفتح قصدي المايك براحته. سامعيني صح؟ أنا مريم معاكم، منظمة في الكورس إن شاء الله. اه طبعا مريم، اه طبعا لو انا عمال حد اكلمك كل محتاج شوية أي يا مريم. حاجة طبعا ممكن يكلمني. قولوا يا جماعة، اللي عايز يبتدي يفتح المايك. انا خلاص فتحت المايكات، واللي عايز يبتدي يتكلم انا معاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. الحمد لله الحمد لله محمد، والله الحمد لله. محمد عبد العزيز، شغال مهندس إنتاج في مصنع في أكتوبر. تمام، اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا. بحضرتك. هل انت شغال بالاكسل ولا لا؟ استخدام محدود، بس هو فحابب لازم تشتغل أطور بيه، منه هو لازم واستخدمه. هو لازم، انا نعم متأكد انك لازم هتشتغل بيه مظبوط، تمام، أكيد. عشان كده أنا محتاج الكورس جدا ان شاء الله ان شاء الله تتعلم منه بإذن الله. في إن حد تاني شاء عايز الله. يتكلم غير محمد؟ انا نوع خريجة كلية التجارة، وعاوزاك وعاوزة اتعلم عاوز اتعلم الاكسل عشان اجرب اشتغل فريلانس. تمام، انا على فكره باي ذا واي صح، انا شغال برضو فريلانس. في حد تاني يا جماعه حب يتدخل، يعني حب يدخل معانا كده ونتكلم سوا؟ السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازي اخبارك؟ ازيك يا اشرف، عامل ايه يا اشرف؟ الحمد لله بخير. انا ازيك يا بحب دكتور؟ اسم عامل ايه؟ اشرف ازي ده الاحوال؟ جدا بصراحه. قول لي يا اشرف. انا اسمي اشرف سعد، شغال محامي، تمام استعمال الاكسل برضو الى حد ما شبه محدود، بحاول ان انا استعمله وادخله في حياتي وتدخل قاعده البيانات بتاعت العملاء والكلام من ده كله بشكل يبقى منسق شويه يعني. ماشي ماشي يا اشرف. وانا اقولها لك اهو، انا جت في دماغي فكره كده، وانت يعني عارف اللي هو ايه، يعني جت في دماغي كده، يعني رؤيه كده لشغلك، ان انت مثلا القضايا مثلا بتكتب مثلا رقم القضيه كذا، اسم المدعي واسم المدعي عليه، والقضيه اسمها ايه، وتاريخ القضيه مثلا يوم وليكن 1/1/1/6 مثلا، او 30/6 الشهر الجاي مثلا نفترض كده. فانا تمام. مثلا بفكر مثلا بقول ايه، مثلا قبل ما تيجي 30/6 يديك زي نور كده او حاجه تقول لك لا خد بالك دي القضيه دي فاضل لها يومين وهتبتدي، فاهم انت قصدي؟ حاجات زي كده يعني، فاهم انت؟ نعمل كده مثلا. ايوه بالظبط، حاجات زي كده يعني، اللي هي ايه، يبقى في كده نور كده بيضرب كده، اللي هو ايه، خلي بالك القضيه دي المفروض تعمل كذا، ولازم تكتبها في الحته الفلانيه. لا الموضوع ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله تتعلم حاجات كتير قوي ان شاء الله اشرف باذن الله. يعني إن شاء الله بإذن الله حسام نمشي شغال في الخشب. الضرايب ومحتاج المعادلات والجداول المحوريه لتحليل البيانات على فكره صح. طب بص انا هقرا بقى الشات عشان انتوا تبقوا شايفينه برضو معايا. بصوا يا شباب الشات بيقول ايه، بيقول من اول خالص فوق خالص كده، انا نهى ماشي، حسام حسن شغال في الضرايب ومحتاج معادلات والجداول المحوريه لتحليل البيانات. على فكره صح يا حسام، انا شغال داتا اناليست، وشغال حاجه اسمها بي اي، بي اي يعني اللي هو بزنس اناليست، اللي هو يعني بعمل ذكاء اعمال، واللي هو بقدم حلول سهله في الشغل عشان تسهل الشغل على الموظفين. انا شغال داتا اناليست على فكره، تحليل بقى. انا شغلانتي الاساسيه داتا اناليست. ازيك يا دكتور، انا كنت حابب اعرف الاكسل ليه شغل كويس من غير شهادتي. طبعا طبعا. بص يا شباب، طب استنى بس نقرا الكلام ده بس، وانا اقول لك. احمد عيشه، انا عايشه محاسبه وحابه اتعلم علشان شغلي، وبرده طبعا عيشه انت طبعا شغلك طبعا هيبقى كله اكسلات. تخيلي ده اللي بره، ده بره المجال خالص، اللي هو الدكاتره والمهندسين والمحامين اللي هم ما لهمش علاقه اصلا بكليات التجاره ولا اي حاجه، وبيستخدموا الاكسل. فما بالك انت بقى اللي انت
كل حياتك جوه الاكسل. عايز لو اتعلمت في بي اي اكسل بعد الكورس مع حضرتك هيبقى كويس كفريلانس، وهقدر افتح مجال لنفسي وشغلي. انت لو اتعلمت اكسل بس مش لازم في بي اي هتعرف تعمل حاجات كتير قوي. انا نسرين شغاله رقابه وجوده في شركه تحصيل ديون بنكيه، ومحتاج اشتغل في عالم المعادلات في الاكسل فيها علشان اقدر اقدم في شغلي اكتر، فمحتاج اتعلم اكسل ان شاء الله اتعلميه. انا لسه داخل عشان اللينك مش داخل معايا. اوكي، المفروض برضو قريب في شغل المفروض اتعلم اعمل تحليل بيانات. طبعا انا منى فيصل، كنت شغال كول سنتر وما كنتش عارف استخدم قوي، وكمان محتاجه قبل مبدا في الداتا اناليست. بصوا يا جماعه، انا ملاحظ ان تحليل البيانات اغلبيه الناس كلها داخلين تحليل بيانات. انا شغال تحليل بيانات، وان شاء الله اقول لكم الكورس. انا كمان عندي صفحه على اليوتيوب، تشانل على اليوتيوب بقدم فيها تحليل بيانات، وبقدم فيها الباور بي اي. لو تعرفوا عن الباور بي اي، انا مسجل الكورس ما تقلقيش. والباور بي اي وداكس واكسل وحاجات كتير قوي، ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا كتير قوي. ويعني مع بعد ما نخلص كده حاضر هبعت لكم كل حاجه. بعد ما نخلص كل حاجه هوريكم بقى شويه حاجات كده من شغلي تستفيدوا منها ان شاء الله، وان شاء الله اقدر افيد كل الناس كل طبقات. تمام، انا هعمل بس ميوت بس لو سمحتم ليكم، يعني عشان بس ايه الناس ساعات بتفتح السبيكر وبتنساه. بس لو يعني لو انتم سامعيني او انتم سامعيني قولوا لي بس، اكتبوا لي بس في الرسائل. مجدي مدرس حابب اتعلم لان العلم مفيد ومريح، واصبح شغل الموضوع كله مبني على الاكسل، واتمنى اني استفيد. طبعا انا نور طالبه داخله سنه وان شاء الله وحابه اتعلم. طبعا طبعا انا اخويا على فكره لسه مخلص اسمها ثانويه عامه، ودلوقتي بعلمه اكسل علشان يبقى على الاقل قادر ان هو يقدر يشتغل في اي شركه، عشان اي شركه دلوقتي بقت تحتاج الاكسل. بصوا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم كده. ليه الاكسل؟ ليه كل الناس داخله في الاكسل؟ بصوا يا شباب، الاكسل لا يخلو من اي شركه. انا بلال، طب نقرا بس الكلام. حاضر، انا بلال شغال محاسب وبحتاج الاكسل كتير في الشغل واكثر تحليل بيانات. حاضر يا بلال، حاضر، ممكن لينك. حاضر، هقول لكم على كل حاجه والله، استنوا بس اخر المحاضره هوريكم. بصوا يا شباب، ليه الناس بتتكلم على الاكسل؟ ليه الاكسل عموما؟ الاكسل برنامج بقى شبه ضروري في اي شركه ايا كانت، والله ايا كانت. انا شفت اطباء وممرضات وممرضين بيخشوا كمان في الاكسل علشان ينظموا شغلهم. الاكسل برنامج سهل مش صعب، ان شاء الله ان شاء الله تتعلموا دلوقتي ان هو سهل مش صعب. الاكسل برنامج تقدر تعمل عليه حاجات معقده وحاجات سهله، يعني معادلات معقده ومعادلات سهله تسهل عليك شغلك. الاكسل الجي يو اي او اللي هي جرافيك انترفيس، جرافيك يوزر انترفيس، او اللي هي الشكل بتاعه من بره اللي هو الهيئه بتاعته فريندلي يعني قريبه للناس كلها، اللي هي تقدر ان انت تسهل بيها شغلك، وان انت تقدر تستخدم تدوس على الزراير وكده. لو انتوا شفتوا مثلا برامج تانية مثلا او لغه برمجه تانية زي السيكوال مثلا او البايثون، تلاقي الدنيا باك اند خالص، تلاقي الدنيا ضايعه خالص. يعني مش ضايعه، اللي هي انت الموضوع عايز تبقى انت مدرك الاول اكسل عشان تدخل في البايثون او اللي هو الاس كيو ال. فالسيكوال قصدي الاكسل تقدر تدوس على اي زرار يطلع لك نتيجه، تقدر تعمل معادلات بسيطه تطلع لك نتيجه، تقدر تعمل معادلات برضو معقده وتطلع لك نتيجه. واغلبيه شغلنا دلوقتي، في ناس دلوقتي بقت بتشتغل على الداتابيز الصغيره. يعني مثلا اشرف مثلا، احنا بنتكلم على محامي، فهو مثلا عايز يظبط شغله، عايز يديله الارمات كده ونور وحاجات كده بحيث ان هو يبقى عارف، يبقى متابع القضايا بتاعته ومظبط الدنيا بتاعته. استاذ المهندس اللي كان بيكلمني، استاذ محمد جاب، كان بيكلمني بحته ان هو برضو عايز يتعلم حاجات في الاكسل بحيث ان هي تسهل شغله. الناس اللي شغاله في الضرايب، الناس اللي شغاله في المحاسبه، ان شاء الله ان شاء الله كلها يعني هنقدر نسهل عليكم كل حاجه. طبعا هنعمل ايه في خلال الكورس ده؟ الكورس ده يكون من 4 محاضرات. افتكروا الكلام ده كويس، لو انتوا سامعيني اكتبوا لي بس احنا سامعينك بس. الكورس ده يكون مكون من 4 محاضرات. المحاضرة الأولى هتكون عبارة عن الإكسل والبيزك بتاعه، وإن إحنا نشرح كل البيزكس بتاعت الإكسل، وكمان أوريكم كمان تكتب أول معادلة في حياتك. يعني لو أنت ما دخلتش ما عملتش أي حاجة في الإكسل، إن شاء الله إن شاء الله أعلمك تكتب أول معادلة في حياتك كلها، وأول معادلات بقى، ونطلع نتائج والموضوع هيبقى كويس قوي. تاني حاجة، تاني محاضرة هتكون عن الجداول المحورية بقى، ونخش بقى في قصدي قواعد اف. الاف دي يا جماعة هتفيدكم كتير قوي، والفي لوكاب والحاجات اللي هي بتبقى بتدور على نتائج صغيرة بس في بحر كبير. يعني انت مثلا نفترض مثلا اشرف انت مثلا بتخش، يعني انا تعمقت شوية في المحاماة شوية،
بتخش مثلا تدور برقم البطاقه او بالاسم المدعي عليه في جداول او في اسمه ايه ده الدفاتر بتاعه الفهرس، وتقعد تدور. ويا سلام بقى لو الاسامي مثلا بالالف او بالميم، يا هتتعب بقى. اللي هو مثلا ايه بقى الاسامي اللي هي احمد مع 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 اسماء مع كل حاجه، فتلاقي الاسامي كتيره جدا. ففي بقى معادلات في الاكسل ان انت تدور على اللوكس او اللي هي ايه يعني مثلا رقم بطاقه ده في وسط الاف من ارقام بطاقه، وتطلع لك النتيجه بالظبط بالحرف بالظبط. فهمتني؟ تالت محاضره هتكون على الجداول المحوريه، واللي ما يعرفش الجداول المحوريه ان شاء الله ان شاء الله دي هتلخص لكم حياتكم كلها في الاكسلات لو انتم بتشتغلوا في الاكسل. رابع حاجه اللي هي التشارت، اللي انت تعرف تعمل رسم بياني محترم، وان انت تعرف تديره لشغلك، وانت تعرف تظهره لمديرك او تظهره للعميل او اي حاجه للناس اللي هتشتغل فريلانس. تمام كده يا شباب؟ انا هفتح كده البتاع. كويس سامعيني كده يا شباب؟ كده كويس تمام يا دكتور. تمام زي الفل قوي. نتوكل على الله و نعمل بقى شير كده جميل كده للاكسل. انتوا كده شايفين كده شباب الحته دي؟ شايفين اللي انا شايفه؟ تمام يا دكتور. تمام بصوا يا شباب بقى الحته دي. في تفاصيل كتير قوي في ده الاكسل، اول ما تفتحه هتلاقيه بالمنظر الجميل ده. اكسل اللي تشتغل عليه بالماوس عادي، تدوس في اي حته وتدوس هنا وهنا وهنا وهنا. الموضوع جميل جدا. وكمان الاكسل بيكون صفحه كده، الصفحه دي اسمها الاكسل كده كله اسمه ورك بوك. ورك بوك وفي هنا شيت واحد وشيت اتنين وشيت تلاتة وشيت اربعة وتفاصيل كتير قوي. تدوس كده كل ما تدوس يطلع لك شيت اتنين وشيت تلاتة وهكذا. دي بتكون تفاصيل الورقات او الورق اللي جوه الاكسل، دي بتبقى صفحات داخل الاكسل. لكن الاكسل الصفحة الكبيرة دي اللي هي المربع الكبير قوي ده اسمه ورك بوك. اما شيت واحد وشيت اتنين وكده دي صفحات جوه الاكسل. يعني الورك بوك ده عبارة عن دفتر، والشيت واحد وشيت اتنين ده عبارة عن الصفحات اللي جوه الدفتر. تمام كده يا شباب؟ الاكسل مكون من اعمدة وصفوف. الاعمده اللي هي A B C D E F G وهكذا، والصفوف اللي هي 1 2 3 وهكذا. تمام؟ والمربعات الصغيره دي، تعال نكبر كده شويه، والمربعات الصغيره دي اسمها خليه، خليه او سيل، سيل C E L L. طب لو انا عايز اقرا الخليه مثلا، خليه دي مثلا خليه اللي هي دي، هيقول لك G 8. G 8 بتنطق اول حاجه ال الكولوم او العمود، وبعد كده رقم الصف جي 8 اهو، حتى تلاقي ظهرت فوق. لو انتوا بس شايفين او سامعين قولي لي بس ايوه تمام وكل حاجه، اول ما تلاقوا الدنيا عطلت اندهولي على طول، اندهولي على طول. تمام؟ ده جي 8 اهي. شويه بقى تفاصيل بقى في الاكسل، ان هو مثلا مكون من تابة اهي مثلا من فوق اهي كده اسمها دي، كل تابة طبعا وبقى فيها كل التفاصيل الكتيره اللي بتبقى موجوده. طبعا هنحتاج يعني هقول لكم بقى استخداماتهم ايه بعد كده. ايه يا عمر عايز ايه؟ قول لي. عمر طب ماشي تمام. طب لو انت يعني عايزني ندهلي على طول، بصوا شباب ودي طبعا التابات اللي جوه الاكسل اللي هي هوم وانسرت وداتا وتفاصيل كده كتير، وكل تابه منهم بتكون فيها تفاصيل. هقول لكم بقى التفاصيل اللي بتحكي عن ايه. تمام؟ احنا النهارده اللي انا هقوله لكم في الاكسل الكورس ده هحكي لكم عن الهوم، واحكي لكم عن الداتا والانسرت. هوم انسرت داتا، هوم انسرت داتا. الهوم دي هنشرحها دلوقتي. بصوا يا شباب انتوا كده تمام كده شباب كده في الحته دي، يعني انتوا دلوقتي انتوا كده فاتحين اكسل وشايفين الدنيا دي. تمام تمام قوي. بصوا يا شباب بصوا الهوم مكونه من كذا حاجه، كليب بورد، فونت، الاينمنت، نمبر، ستايلس وهكذا. انتوا هقول لكم دلوقتي بتعمل ايه. لو احنا دلوقتي الهوم دي، بص الهوم مكونه هي احنا يا دكتور هي الهوم دي فين؟ انا بدور عليها مش لاقيها اصلا. مش لاقيها اصلا؟ يبقى انت هي فين؟ ما فتحتيش الاكسل اساسا. لا فتحته. هي الهوم دي اللي هي فوق، يعني حضرتك كنت بتشرح في الجدول من ثانيه وبعدين طلعت لفوق. اهو من فوق اهي، شايفه شايفه الماوس فين اهو؟ شايفه ايه؟ ايوه هي لقيتيها؟ طب الحمد لله. طب الحمد لله. بصوا يا شباب الهوم دي يعني انا شكلي عندي مختلف شويه، ممكن يكون عندكم مثلا في ناس بتبقى بتستخدم اكسل
2010 2013 2016 او 2019 ايا كان اللي هتستخدموه. بس انا يعني الكونتنت واحد او المحتوى واحد، هو ممكن بس الشكل يكون مختلف شويه لكن المحتوى واحد. فهنبتدي نشرح الاول الكليب بورد في الهوم. الهوم اهي هتلاقي الكليب بورد. حاضر ماشي 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 اوكي. هنفتح دلوقتي الكليب بورد في الهوم. تمام الكليب بورد اهي الجزء ده كده، انا حتى كتبتها عشان دي الموضوع احسن بكتير قوي. بصوا يا شباب دلوقتي لو احنا عايزين نعمل كات وكوبي، الكوبي لو تلاحظوا حتى انا كاتب لكم حتى الكلام بتاعه اللي هو بتدوس على كنترول سي او بتدوس كليك يمين هنا كده كوبي وتروح دايس هنا كده كليك يمين على طول بيست. دي بتكون كنترول سي وكنترول في، يعني بمجرد ما امسحها كده. انتوا سامعيني صح؟ انتوا معايا؟ تمام تمام. يعني بمجرد ما تدوس كنترول سي وتدوس هنا كنترول في كده خلاص البتاعة اتنقلت. تمام هنا بقى الكت. الكت بقى بيقول لك ايه؟ لو انت بيقول لك دوس كنترول اكس والبيست دوس كنترول في، لو دوست هنا كنترول اكس وبعد كده دوست هنا كنترول في هو اتنقل، يعني ما سابش هنا نسخه. في الكوبي هنا كنت بتدوس كنترول سي كنترول في كنت كان بياخد نسخه منه، اما في القط بياخد الجزء كامل ما بيسيبش حاجه مكانه. فاهمين قصدي ايه؟ فدي الفرق ما بين الكوبي والقط. الكوبي بياخد نسخه كربونيه منه نسخه منه، والقط دي بيقطعه كله. هنا بقى الفورمات بينتر اللي هي عامله زي الريشه دي اللي هي عامله زي المشت ده كده. دي بقى ايه 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 فكرتها؟ شايفين كلمه محمد دي بالابيض وال يعني شويه الوانات وشويه حاجات كده، وهنا تحسين يعني عاديه خالص. فانا عايز اخلي تحسين دي زي محمد، يعني اخلي الخليه دي كده متلونه ومعموله كده زي محمد، او اخليها باللون ده مثلا. فاعمل ايه؟ اروح واقف على الخليه الاولانيه اللي هي اساسا متلونه وكل حاجه، واروح دايس على فورمات بنتر دي كده دوسه واحده، واجي هنا اروح دايس عليها دوسه كمان. فكده ايه؟ انتوا معايا في الحته دي صح كده؟ معاك يا دكتور. فيعني انتوا كلكم سامعيني صح؟ تمام. ندوس هنا كده، بمجرد ما بندوس على دي كده وبعد كده ندوس هنا كده فلونت الحاجه دي. دي كده الفورمات بنتر او الفورمات بنتر اهي اللي هي الجزء الصغنون اللي هو المربع اللي اسمه كليب بورد ده، او حتى اسمه كليب بورد. ننزل تحت كده شويه في الفونت. الفونت الحته دي كده، الفونت ده بقى يعني بص بقى حدث ولا حرج. دي محمد مثلا بالعربي، ودي دي قصدي بالعادي، ودي تحسين مثلا متلون. يعني انت ممكن تلعب في الفونت ده تخليه بولد كده بالمنظر ده، او تكبره كده مثلا، او تخليه مثلا باللون الاحمر كده، وتخلي مثلا هنا الهايلايت ده باللون الابيض، وتخلي مثلا نوع الكتابه مثلا كده. يعني انت بتقعد تلعب في الحاجات دي كده، دي تكبر وتصغر تكبر وتصغر، ودي حجم الخط وقد ايه، ودي البولد اللي هي تخلي الكتابه تخينه كده، او تخليه ايتاليك اللي هو نايم كده، او تخليه اندرلاين اللي هو يبقى تحتيه زي خط كده. تمام كده يا شباب؟ تمام. تمام ننزل بقى للالاينمنت اهي. الالاينمنت اللي هي الجزء ده كده، الجزء ده. تمام انا بس يعني انتوا فاهمين انا بعمل ايه؟ يعني انا بس انا كل ده انا واخده وكاتبه لكم هنا. تمام تعالى مثلا للالاينمنت دي. الالاينمنت دي اللي اسمها التنصيص. التنصيص اللي هي او التنسيق. التنسيق اللي هو ايه؟ شايفين محمد هنا جاي شمال ازاي وتحسين هنا جاي يمين ازاي؟ ده الالاين. الالاين ده اللي هو مثلا بتيجي تقف على اي كلمه انت عايزها. شايفين الحته دي كده، دي كده شمال، لو كده خليتها في النص، لو كده خليتها في اليمين. تمام. طب لو انا سحبها لتحت كده هتلاقي بصوا ممكن تحسين تحت خالص وعلى الشمال. انا عايزه بقى لا في النص هنا وفي النص كده. فاهمين قصدي ايه؟ وهكذا. اللي هي انت تقدر تعدل يعني تحسين اهي تلاقيها باليمين، انت ممكن تخليها في النص، لا محمد دي خليها هنا في النص، خليها في الشمال، وتحسين ترجعها في اليمين وهكذا. دي اسمها الاين. الاين يعني تنصيص او محاذاه اسمها محاذاه، اللي انت بتخليه مثلا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. تمام يعني كل فتره كده قولوا لي اللي انتوا معايا علشان يعني ايه ابقى عارف ان انتوا سامعيني بس. تمام. الاورينتيشن. الاورينتيشن اللي هو الجزء الصغير ده اللي هو ده، يعني لو تلاحظوا دي مثلا معوجه ناحيه دي كده، ودي مثلا معموله ناحيه يعني واخده كده زي سان بوكس. فانت بمجرد ما بتجيب الاورينتيشن وتخليها هنا كده بتنزل كده، لو خليتها مثلا بالمنظر ده كده بترجع تاني وهكذا. دي اسمها اورينتيشن اللي هو الجزء ده في الالاينمنت. يعني دي الالاينمنت الجزء ده، والاورينتيشن الجزء تحتيه، حتى انا ايه مظبطه. طب تعالى مثلا في الراب تكست. الراب دي حد يعرف ان ايه راب؟ الدبليو 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 سايلنت اسمها راب. لف لف يا حبيبي لف حاجه. الله عليك الله عليك. الراب دي يا جماعه
الراب دي زي اللي شفتوا الناس بتوع الالبان اللي هو محل الالبان مش بيجيب كده علبه الجبنه وبعد كده بيروح مغلفها بستريتش كده لونه شفاف. تمام. هو ده الراب. الراب ده الرابنج. الراب الرابنج صح. بص يا شباب الرابنج ده اللي هو ايه بيبقى الكتابه هي كده ومثلا محمد تحسين كذا 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 كذا. بصوا دي كده الراب اللي هو لو من غير الراب هتلاقي الكلام طلع لبره. يعني خدتوا بالكم انتم من الكتاب يعني ممكن لو انا كتبت اتش كتير كده اتش كتير بصوا هتلاقي الكلام خرج لبره. لكن لو انا دوست على كلمه راب دي راب تكست هتلاقي الكلام ابتدى ينزل تحتيه. حد خد باله ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. خدت بالكم الحته دي؟ الحته دي مهمه يعني. اسمها راب تكست اسمها راب. بصوا اهي دي كده محمد تحسين. بصوا لو تلاحظوا محمد تحسين اهي لكن بمجرد ما بزود عليها اي حروف تانية اهي دوس انتر ابتدت الحروف تنزل تحت بعض. ده اسمه الراب تكست عشان تبقى انتوا بس عارفين الحتة بتاعت الرابنج اهي راب تكست. ونخلي مثلا ايه دي كده ونخليها اللي هي تحسين اكسل انستراك دور او بس كده. دي كده بقت اسمها راب تكست. حتى علامتها انا حطيتها لكم اهي اللي هي علامه اهي اللي هي دي. دي اسمها الراب اللي انت بتدوس على كلمه اول ما بخرج منها كده كده رجعت كده خدت الكلام كله تحت بعض. تمام كده. هنا الميرج بقى الميرج الجميل في الالاينمنت بقى. الميرج دي بصوا لو تلاحظوا محمد دي واخده خليتين. لا دي واخده اربع خلايا. ادي خليه والثانيه والثالثه والرابعه. حد واخد باله ولا لا؟ الو السلام عليكم. ايوه انتوا سامعيني ولا ايه؟ انتوا معايا؟ بصوا شباب بصوا شايفين كلمه محمد دي انا كتبتها. فبصوا محمد دي انا عايز اخدها في الجزء ده كده. يعني اخلي محمد ده تاخد الجزء ده. اروح معلم على محمد ومعلم على الاربع اجزاء دول كده واروح دايس على كلمه ميرج. خدت بالكم؟ بقت محمد واخدة الاربع خلايا دولت في خلية واحدة. حد خد باله؟ ايوه تمام. زي دمج الخلايا مع بعض صح بالظبط. ميرجنج يعني دمج صح كده. طب نيجي بقى عند النمبر. النمبر بقى الجزء ده. الجزء ده يا جماعة صح ركزوا فيه بقى. الجزء ده مهم جدا. الجزء ده مهم جدا. بصوا يا شباب الجزء ده مهم في حتة بقى ايه؟ في حتة ان انت ازاي تختار الخلية بتاعتك عايزها عاملة ازاي. بصوا يا شباب بمجرد ما باجي اكتب هنا مثلا ايه مثلا وليكن مثلا 31 3 31 20 24. بصوا اوتوماتيك اول ما دوست عليها كده بصوا لو تلاحظوا دي خليها ايه ديت. اسمها ديت يعني تاريخ. هو الاكسل عمل ديتكشن يعني اللي هو عمل زي توقع ان انت الخليه دي جواها تاريخ. طب لو انا كتبت مثلا بصوا اول ما اجي في اي خليه تانية هتلاقيه بيقول لك جنرال يعني اللي هو ايه شايفها اي حاجه. لو انا مثلا كتبت مثلا وليكن 00 بوينت كده وجيت مثلا وقفت عليها قال لك جنرال. طب لو انا جيت مثلا وقفت عليها مثلا وخليتها نمبر برضه هتبقى نمبر عاديه. طب لو انا خليتها مثلا بيك اللي هي برسنتج بصوا لو تلاحظوا هتبقى 98% وهكذا. انا قصدي ان انت بمجرد ما انت بتختار الخليه دي بتعبر انت هتكتب ايه جواها. بصوا يا شباب دي كده 100 عاديه خالص او الرقم ده اهو. لما تيجي تاخده كده لحظه بصوا ده كده الكتابه العاديه خالص. لما اجي احوله لنمبر بصوا عمل لي العلامه اللي هي الفاصله بتاعت العلامات العشريه. حد خد باله من الحته دي اهو. وممكن تزودها وتنقصها يعني ممكن تزودها كده وتنقصها كده اللي هي ال 100 وال 1000 وال 10 وال 10 وكده. حد يعرف الحته دي ولا لا؟ اللي هي الفصلات بتاعت اللي هي القروش مثلا بتاعت الفلوس. لا علامه عشريه علامه عشريه علامه عشريه بالظبط. هنا مثلا الكرنسي بمجرد ما انت تختار يعني تختار مثلا دي لكلمه كرنسي تلاقيه اوتوماتيك حولها لك لعلامه الدولار وفصلها لك بالكومه بقى. يعني ده كده مليون يعني الرقم ده انت ممكن تتلخبط فيه لو انت تعرف تقراه. لكن بمجرد ما تعمل بفصلات بقت 3 اصفار و3 اصفار ادي كده 6 اصفار بقى كده مليون. حد خد باله من الحته دي؟ وانت كمان بقى ممكن تغير الكرنسي او العلامه بتاعه العمله. يعني دي مثلا علامه الدولار في هنا اليورو في هنا التشاينيز في ممكن بقى تجيب بقى حاجات كتير قوي. يعني احنا مثلا في الكرنسي
ثانيه استنى، ممكن هنا اهي انت ممكن تغير من هنا مور اكونت كرنسي، اللي انت ممكن تغير من هنا السيمبل بتاعت اي حاجه. يعني احنا تبعنا اسمها ايه؟ ايجيبت ايجيبشن، اسمها اي جي بي، اي جي بي اهي. ممكن تخليها كده اللي هي تبقى مليون اي جي بي. خد بالكم يا جماعه ولا لا؟ الو تمام 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 كده تمام. فدي كده انا بس بخلي الرقم ده، انا بس عايزه يبقى هو الاصل هنا كده، والباقي يبقى عشان بس يبقى ده اللي انتوا شايفينه اهو، عشان تبقى انتوا بس شايفين الحته دي. يبقى ده الرقم الاساسي بتاعنا عشان لما نيجي نعدل عليه ولا حاجه تبقى انتوا شايفين ايه اللي بيحصل. ده الكرنسي. اما بقى الشورت ديت واللونج ديت، بصوا يا شباب، مثلا التاريخ ده مثلا 4/2/1992، لو تلاحظوا هو ده الشورت ديت بتاعه، يعني ده الديت هتلاقيه، حتى لو انت تختار شورت ديت هتلاقيه بيقول لك المنظر ده. لكن لو انت اخترت كده لونج ديت، لونج ديت هيقول لك لا بقى ده في يوم 3 يوم 4 فبراير 1992، يعني فاهم قصدي ايه؟ اللي هو جاب لك كمان اليوم بتاعه. فاهمين الحته دي يا شباب؟ يعني لو انتوا عايزين اللونج ديت كمان ممكن يجيب لك كمان التاريخ واليوم اللي هو فيه. تمام كده يا شباب؟ تاني كده بنجيبها تاني ازاي؟ اي ما انت بتيجي يعني مثلا كتبت مثلا وليكن، ما انا بقول لك مثلا 31/3/2024 تمام اهو. تمام تمام ده انا كتبت اهو. بمجرد ما انا كتبت هو اصلا هو عمل ديتكشن، ديتكشن يعني اللي هو توقع على طول ان هو ده تاريخ، ان دي الخليه دي تمام. لكن لو انا قلت له انا عايزها لونج ديت بقى، قال لك لا ده هيبقى اليوم بتاعها يوم ساندي، يوم الاحد 31 مارس 2024. تمام. كمان مارش مش كاتبها مثلا ايه 31/3 اللي هي رقم 3، لا ده كاتب مارش. هنا الفرق ما بين 2 وهنا كاتب لك هنا فبراير. هو من الاخر عامل زي تفصيل للديت بتاعك، للتاريخ بتاعك. تمام كده يا شباب؟ دي كده خلاص. تمام. البرسنتج اللي احنا شرحناها، اللي انت لو كتبت 31.31 ودي لو انت دوست على كلمه برسنتج هتتحول على طول، يعني انت مجرد ما تدوس على كلمه برسنتج هنا هي خلاص اتعملت 31 اوتوماتيك. فاهمين قصدي ايه؟ التكست بقى، بص يا شباب بقى، حد هنا شغال، حد هنا شغال بالاكسل عموما؟ الو ايوه. انتوا فاكرين اللي فاكرين؟ لو سمحتوا يا شباب بقى، بص انا عايزكم بس تقولوا حاجه. دي 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 تمام، دي حاجه كله بيتلخبط فيها او كله في بدايه حياته في الاكسل اتلخبط فيها. لو جيت مثلا انا بدخل مثلا ارقام عملاء وليكن مثلا 012 الكلام ده كده مثلا، ودوس انتر، لو تلاحظوا الزيرو اختفى. خدت بالكم الحته دي؟ تمام. انتوا اكيد اكيد قابلتكم المشكله دي. مثلا لو كتبت مثلا 000145 مثلا هتلاقي الزيرو اختفى. ليه؟ لان الاكسل هو بيتكلم بلوجيك، بيقول لك ان الزيرو على الشمال ملوش لازمه. هو ده طبيعي ان اي حاجه على الشمال ملوش لازمه. بص يا شباب صح، لو اللينك قفل يعني ادخلوا عليه تاني، يعني دوسوا على اللينك تاني وادخلوا عليه. احنا بنقول ايه؟ ان الزيروهات هنا لو كتبت اكتر من زيرو هنا مش هيكتب لك زيرو واحد. طب ليه ما كتبليش الاربع اصفار؟ لان هو بيقول لك ان كتر الاصفار على الشمال ملهاش لازمه. يعني لو كتبت مثلا هنا كذا 0001 5 7 كده الاصفار اختفت، علشان الاكسل بيديتكشن اوتوماتيك ان هو بيقول لك لا ان الحاجه دي الاصفار بتاعتها ملهاش لازمه او الصفر على الشمال ملوش لازمه. فالحل ايه بقى؟ لان في فروع اساسا، في فروع انا اتعاملت مع فروع بدايتها 3 اصفار 5 6 7 مثلا، يعني هم بيكودوا الفرع كده، الفرع كوده 3 اصفار 00 مثلا، او مثلا كود مثلا بياع 001 002 003، هي اسمها كده الكود بتاع البياع او كود الفرع اسمه 001. هنا بقى بتقابلنا المشكله دي، فنيجي بقى نحلها ازاي؟ لحظه بصوا يا شباب، نعمل بس الشير الاول اهو. بصوا يا شباب، انتوا كده شايفين ولا لسه؟ تمام. بصوا يا شباب، الفكره بقى في ايه بقى؟ الفكره ان انت دي بقى المشكله اللي كانت بتقابل الناس لما بتيجي تكتب ارقام تليفونات او بتيجي تسجل اي حاجه بدايتها زيرو، اللي هو مثلا 00253 مثلا كده ما بتكتبش. فهنحل المشكله دي ازاي؟ هنحل المشكله ان انت لازم
تخدع الاكسل او تقول له ان انا هكتب حاجه جوه الاكسل دي ما تخصكش. اللي هي بقى ايه؟ هقول لك بقى دلوقتي تعملها ازاي. بص يا شباب، ان انت مثلا تختار وليكن الخليه دي مثلا، وتروح عامل هنا جنرال، وتروح عامل هنا تكست، تختار تكست. تكست يعني ايه بقى؟ تقول له اللي انا هكتبه هنا كتاب، يعني نص مش هيبقى ارقام. فلما ما تكتب زيروهات كتير هتلاقيه كتبها لك. حد خد باله من دي ولا لا؟ تمام مظبوط. انتوا معايا كده يا شباب كلكم؟ الو تمام. معلش تاني بالظبط. بصوا يا شباب، دلوقتي لما باجي اكتب، ثواني بس نقفل دي كده، التفاصيل الكتير دي كده نقفلها. بصوا يا شباب، لما تيجي تكتب اي حاجه فيها اصفار كده على الشمال كده كتير، يقول لك ده لا. او مثلا لما تيجي تكتب مثلا صفر مثلا 10 او 0 10 كده، يقول لك الصفر على الشمال دي بتختفي. طب انا عايز اخلي الصفر بقى، اعمل ايه؟ اروح خادع الاكسل واروح قايل له ايه؟ طب الخليه دي خليها لي، بص جنرال دي بدل ما تبقى جنرال خليها لي تكست. تكست يعني كتابه. قول له بمجرد اللي انا هكتبه هنا في الخليه دي هيبقى كتابه. فبمجرد ما اكتب اصفار كتير جدا، اروح داس انتر، الاصفار اتظبط ضافت. طب لو كتبت مثلا 0 10 او 0 13 كده، كتبت الصفر على الشمال. تمام كده يا شباب؟ الو الو تمام معاك. تمام الصوت بقى. هو في ناس بتاكل وهي بتتكلم يعني، معلش انا بالظبط كده كده تمام. فده كده التكست عشان تبقى انتوا عارفين التكست عامل ازاي. دي كده الانترو بتاعت هوم دي كده كلها. الهوم دي بقى بص بقى يا جماعه، في شويه بقى تفاصيل بقى في الهوم دي، مثلا زي الفورمات دي. يعني احنا خلصنا هنا وهنبتدي نخش في دي، بس لحظه بس هشرح لكم الستايلز ده. الستايلز ده يا جماعه ما فيهوش اي نوع من انواع ان انت، غير ان انت مثلا تحدد مثلا الجزء ده وتروح مثلا قايل له الستايلز ده مثلا عايز الستايلز ده مثلا ده، او ده، او مثلا الستايلز بالشكل ده. فاهمين قصدي ايه؟ يعني دي بتبقى اذواق. فاهمين قصدي ولا لا؟ انتوا معايا؟ يعني قصدي ان انت تمام مجرد يعني انتوا بتختاروا. وكلمه بقى انسرت وديليت، وكلمه بقى انسرت وديليت دي بقى ايه فكرتها ايه؟ بصوا يا شباب، لو مثلا هنا مثلا محمد، عشان بس دي اشرحها لكم دي، وهنا مثلا تحسين مثلا، فتلاقوا انا عايز اعمل او عمود ما بينهم، فاروح دايس هنا كليك يمين، كليك يمين انسرت، فتلاقي في فصل ما بين محمد وتحسين. طب لو انا عايز الغي العمود ده اروح اعمل كده ديليت. طب لو مثلا تحسين دي مثلا هنا، وعايز اعمل فاصل ما بين محمد وتحسين، اروح دايس كليك يمين على تحسين وادوس انسرت، هتلاقي فصل محمد عن تحسين. حد واخد باله ولا لا؟ بس كده. ده الديليت وده الانسرت اللي هو الجزء بتاع السيلز ده. دي كده خلاص. الايديتنج والحاجات دي طبعا فيل واوتو سم وكده، دي تفصيلها بعدين. الكلير ده اللي هو مثلا ممكن اروح اعلم عليهم كلهم كده، ادوس كلير وادوس كلير اول كده، مسحت لي كل حاجه. في بقى حاجه اسمها دوست كده ودوست مثلا، في حاجه اسمها كلير فورمات اللي انا بس امسح الالوان او التنسيق او اي حاجه. وفي بقى كلير كونتنت، كونتنت اللي هو ايه؟ اللي هو بمسح الكتابه. وفي بقى كلير اول طبعا اللي احنا ندوس يضيع لك كل حاجه. تمام كده يا شباب؟ تمام. انتوا معايا صح كده؟ تمام. تمام. بصوا بقى يا شباب، بقى هنخش بقى ده كده الانترو بتاع هوم تاب. نيجي بقى عند كونديشنال فورماتنج اللي هو الجزء ده. بصوا يا شباب، تخيلوا ان انا عامل للحته دي كده تابه لوحدها او شيت لوحده كامل. فاهمين قصدي ايه؟ ده يدل على اهميتها. انتوا معايا صح؟ معلش انا اسف، انا كل شويه اقول لكم انتوا معايا على طول، يعني هو ده طبعي. فبصوا يا شباب، فالفكره بقى في ايه بقى؟ ان كونديشنال فورماتنج دي انا عامل لها يعني بصوا شيت لوحده. ليه بقى بعمله شيت لوحده؟ لان الموضوع مهم وبيفيد كتير قوي. اشرف انت معايا؟ اشرف انت موجود ولا وقعت؟ لا اشرف مش موجود. طب بصوا يا شباب، الناس اللي هي بتستخدم الاكسل وعايزه مثلا تستفيد منه ولا حاجه، بصوا يا شباب،
اول حاجه في الكونديشنال فورماتنج في حاجه اسمها هايلايت. هايلايت اهو الجزء الهايلايت اهو والكلام اللي جواه هايلايت اهي جريتر زان ليس زان بتوين وهكذا. تمام انا هوريكم دلوقتي الهايلايت. بصوا بقى لما نيجي نعملها حد كده ممكن يساعد معايا كده شباب. الهايلايت دي جريتر زان. جريتر زان يعني ايه؟ يعني اعلى من او اكبر من. معايا؟ تمام تمام. مثلا لما باجي مثلا اعلم على العمود ده كله واقول له مثلا ايه انا او اعلم مثلا على الجزء ده كده واقول له انا عايز هايلايت جريتر زان. جريتر زان مثلا واقول له انا عايز اللي اعلى من 3000 جنيه. بصوا عمل ايه؟ علم لي او عمل لي الوانات فوق ال 3000 جنيه. حد خد باله؟ تمام. ولو دوست اوكي خلاص كده يتعلمت اهي. تمام؟ لزان. لزان طبعا دي اقل من. فطبعا لزان اهي اروح دايس لزان واقول له مثلا انا عايز اللي اقل من 2000 جنيه. مفيش 2000 جنيه. طب اقل من 2500 جنيه. او بصوا 2400 2436 2040 وهكذا. انتوا معايا صح؟ كويسين؟ مظبوط. انتوا كويسين؟ تمام. بتوين طبعا دي ما بين. يعني مثلا تقول له هايلايت بتوين وتقول له مثلا اللي ما بين مثلا ال 3000 جنيه وما بين ال 2700 جنيه او 2700 بالظبط. 2700 ل 3000 جنيه اهو جايب مثلا 2700 ل 3000 او مثلا اهي خليها مثلا كده 2700 ل 3000 جنيه. هتلاقي جايب لك اهو 2700 و 2700 وكده. طب لو خليناها مثلا ما بين ال 4000 جنيه هتلاقيه دخل لك ال 3000 في النص اهو. حد خد باله؟ ال 3000 دخلت. تمام. لحد من 2700 لحد 4000. مظبوط. وفي بقى الايكوال تو. الايكوال تو اللي هو بالظبط. يعني انا عايز رقم بالظبط. الايكوال تو اللي هو يعني مش محتاجه. يعني مثلا عايز مثلا الرقم ده اللي هو 2716 عايز الرقم ده 2716 هتلاقيه بالظبط ايكوال تو وهكذا بقى. والداتا اوكيورنج. اوكيورنج دي اللي هي بالظبط يعني ما بين ايه وايه اللي هو الديت اوكيورنج اللي هو يسترداي توداي وهكذا. تمام. وفي بقى طبعا الدوبليكيت ودي طبعا دي اهم حاجه دي احنا جايين نشرحها. تعالوا بقى نخليها كده باللون الاحمر كده عشان تبقوا عارفينها ونخليها كده. بصوا يا شباب الدوبليكت دي حد يعرف يعني ايه دوبليكت؟ قيم مكررة. صح كويس قوي. بصوا يا شباب الدوبليكتس او الدوبليكيشن دي بتبقى القيم المكررة في ال الاكسل دي يا جماعة. دي اختراع الاختراع. تخيلوا انا هوريكم بس حاجة كده هتفيدكم كتير قوي. انتوا سامعيني ولا لسه؟ عشان انت قطع باين عليك. انتوا سامعين الجزء اللي فات تاني؟ بصوا يا شباب الدوبليكيشن الدوبليكيت الدوبليكيت فاليوز دي او كلمه دوبليكيشن يعني قيم مكرره. ازاي تديتكت او تدور على القيم المتكرره؟ تمام. وليكن بصوا يا شباب وليكن انا هروح معلم على العمود ده كله واقول له انا عايز القيم اوقف هنا كده واقول له انا عايز المرتبات المكرره. بص قال لك ايه. بص ركز كده عمل لك ايه. حد خد باله ولا لا؟ قال لك ان قاسم واسامه بياخدوا نفس الرقم نفس الراتب. نفس الراتب. تمام. ده الدوبليكيشن. طب دلوقتي انا في يعني مثلا تخلينا مثلا قاسم ده مثلا بياخد كده مثلا او مثلا مش لا يعني خليها بالمره كده 3000 وكده. دلوقتي اهو انا عملت كده ما لقيتش دوبليكيت. ما هو انا علمت على العمود كله بتاع. يعني بص بمجرد يا جماعه معلم على العمود معناه ان انا بقول له اي حاجه تحصل جوه العمود ده نورها لي. فتخيلوا كده ان مفيش اي نور هنا بيطلع. بمجرد ما مثلا ناخد ايه تحب ناخد ايه تحب ناخد ايه رقم زي ايه مثلا 2854 2800 نكتبه هنا مثلا 2854. بصوا ابتدى ينور. خدت بالكم؟ تمام. ان يزن ومحمود ده الارقام بتاعتهم اتلونت او اللي هو الارقام بتاعتهم ظهرت وهكذا. اللي انا عايز اوصله لكم ان الدوبليكيشن دي اي حاجه فيها دوبليكيت هتلاقيها جامده جدا. يعني مثلا لو انا عملت هنا دوبليكيت مثلا ايوه هنا وقلت له مثلا ايه هنا 5 وهنا 4 وهنا 3 وهنا 5. بصوا الخمسه راحت منوره اهي. تمام. عشان تبقى انتوا عارفين الدوبليكيت. على فكره بقى يا شباب بقى الدوبليكيت ده بقى ممكن تشرح عليه حاجات كتيره جدا. يعني مثلا مريم انت معانا مريم؟
اه يا دكتور. انت عارفه مريم، انت انا شغال في مع جمعيه رساله بقالي يجي داخل دلوقتي في 5 سنين. كنت وانا بشرح المثال ده كنت على طول اقول لهم ايه يا جماعه، لو انتوا عندكم مثلا ناس اللي هي الباد اتيتيود، الباد اتيتيود ده اللي هو ايه، الناس اللي هي بلوك او اللي هم مثلا الناس اللي هي ابيوزر او الحاجات دي اللي هي من الاخر بتعمل مشاكل في الكورسات بتاعت رساله، فاهماني؟ فكنت بقول لهم ايه، اعمل لهم زي لسته كده، لسته هنا مثلا بارقام البطاقه بتاعتهم، ويعني مثلا وليكن مثلا بالارقام دي مثلا هنا كده، دي مثلا وليكن دي نفترض ان هي ارقام بطاقه، ولو ظهر مثلا واحد زي ده مثلا هنا كده يروح منور، اه انت جاي تعمل ايه بقى عندنا، فاهمه قصدي يا مريم؟ ايوه يعني انت جاي تعمل ايه بقى هنا؟ اصل انت كده كده القايمه دي قايمه الابيوزر او الابيوزنج، اللي هي الناس اللي هي ما اللي مش كويسين، اللي بتعمل مشاكل كتير في الكورس وهكذا، انت جاي تعمل ايه وهكذا. بس كده يا ستي، ده الكونديشنال فورماتنج. وطبعا بقى في بقى طبعا حاجات كتير قوي في الكونديشنال، يعني بصوا الجزء بتاع الهايلايت ده مهم جدا، اللي هو الجزء الاولاني ده. في بقى الجزء التوب والفور، التوب والتن، دي التوب 10 والتوب 5، اللي هو مثلا ايه، يعني مثلا نعلم على هنا كده ونقفل عند كونديشنال فورماتنج ونيجي عند توب ونقول انا عايز مثلا التوب 10 او مثلا نخليها التوب 5. انتوا فاهمين انا بعمل ايه ولا لا؟ تمام، يعني بص على 5 قيم. اه 5 قيم، اكبر قيمتين. طب مثلا نعمل تمام مثلا على البوتوم 10، اقل ناس، او مثلا اقل لا قيمتين، اقل قيمه، اقل قيمه هي كمان 2036، يعني اقل واحد بياخد مرتبات هو 2036 وهكذا. دي كده دي القيم بتاعتها. وطبعا بقى في داتا بار، يعني مثلا اللي هي الداتا بار اللي هي ايه، اللي هي مثلا تيجي تقف هنا كده تلاقي كل ما يبقى رقمك كبير كل ما تلاقي البار دي بتزيد، خدت بالكوا ولا لا؟ يعني بص تمام اخر واحد خالص اسمه احمد سيد ابراهيم سمير، ده بصوا ده يعني ده واخد 3900، ده فده اعلى واحد في المكان كله، فاهمين؟ كولر سكيل اللي هو الناس دي اللي بتاخد ارقام بالمنظر ده كده، يعني حاجات كتيره، يعني ايكون سيت اللي هي زي الفيفا اللي الناس اللي بتلعب بيس وفيفا تلاقي الحاجات دي موجوده جنب اللعيبه، صح تمام ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ تمام مش الحاجات دي تبقى موجوده جنب اللعيبه والمنظر ده كده والمناظر دي، انتوا هتشوفوا بصوا هتشوفوا اشكال كتير جدا 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 في الحاجات دي. دي الكونديشنال فورماتنج، ودي انا عامل لها شيت لوحده عشان تبقوا انتوا شايفين احنا بنعمل ايه. الدوبليكيت فاليوز دي يا جماعه لازم تذاكروها كويس عشان الموضوع ده حلو قوي في الدوبليكيت فاليوز. بيسك تمام اجريجيشن، هتقدر دلوقتي تعمل اول عمليه او اول معادله حسابيه في حياتك. الناس اللي هي اول مره تستخدم اكسل وما تعرفش يعني ايه اكسل، ايه هاجر؟ طب ما تتكلمي هاجر، يعني قولي لي جزء انهي جزء؟ طب انا كنت بتتكلمي بقالي كتير وانا ما شفتكيش، ده من 3 وربع. طب انت فهمتي حاجه هاجر؟ يعني فهمتي اللي انا قلته ولا لا يا هاجر؟ السلام عليكم. الو، هي كانت بتسأل على الـ conditional formatting. ما هو انهي حته فيها دي مليانه. طب اتكلمي من اوله، هي عايزه تعرف تدخله ازاي. لا من اوله بصي أو طب نخليها في الاخر عشان بس اعرفك، بس من اول حاجه خالص دوسي على ده. وطبعا بقى في شويه تفاصيل كتير قوي في الكونديشنال فورماتنج، مليانه حاجات كتير قوي. نيجي بقى عند البيزك اجريجيشن، ونخليها بس هاجر بس في اخر المحاضره عشان ايه اشرح للناس كلها. البيزك اجريجيشن، اجريجيشن يعني الحسابات، البيزك يعني الحاجات البيزك، الحاجات الاساسيه، جمع وصرف وضرب وقسم. تمام يا شباب؟ في حد ما اتعملش بالاكسل خالص؟ انت اتعملت بالاكسل يا عزيز؟ ايوه تمام. طب حد تاني ما اتعملش بالاكسل خالص غير عبد العزيز؟ انا اتعاملت بيه حاجه بسيطه يعني، بس مش قوي. طب يلا يا عبد العزيز بقى معانا. بص يا عبد العزيز، اي حاجه، اي معادله تبتدي بالاكسل بتبتدي بكلمه يساوي. اي معادله بمجرد ما تدوس كلمه يساوي كده او حرف يساوي دي بتبتدي تظهر الشكل الخفي بتاع المعادلات. تمام؟ الجمع ده بيقول لك ايه؟ بص حتى 2 زائد 2، فانت تقول له ايه؟ الخليه دي، تدوس على الخليه، بص ايه اللي حصل؟ شايف يا عبد العزيز اللي حصل؟ تمام، اسم الخلية بي 3. بي 3 بيقول لك بقى اي حاجه تحصل، اي حاجه تحصل جوه الخليه دي ماليش علاقه، انا ليا بالخليه نفسها. بي 3 زائد اللي هي زائد دي اللي هي ايه؟ هتبقى شيفت يساوي زائد اهي، حتى يعني حتى شكلها باين. فاهم فاهم يا عبد العزيز؟ تمام تمام اهي. بي 5 تمام، يعني بيساوي تمام. بي 3 زائد بي 5، وندوس انتر، ايه اللي حصل؟ 4.
ما هي 2 زائد 2 بيساوي تمام جمع. طب لو انا خليتها بدل 2 5 ايه اللي هيحصل؟ هتبقى 7. طب لو انا خليتها 10 هتبقى 12. طب لو انا خليت 2 دي 5 هتبقى 15 وهكذا. هي مالها، هي ليها علاقه الخليه دي، اي حاجه تحصل جوه الخليه دي هتجمعها. فهمت قصدي؟ تمام تمام. حد بقى يساعدني تاني بقى يا جماعه في الطرح؟ ها مين جاي تاني؟ السلام عليكم. حد هنا ولا الو؟ حد هنا ولا مفيش حد ولا ايه؟ في حد كان، في حد بيتكلم بس عنده مشكله في المايك تقريبا. فتاح ندوس. لا طب ما تتكلمي، ان هو مش عارف تتكلمي. ندوس يساوي. طب كويس، يعني عارفه تتكلمي ان هو ولا لا؟ هو مفيش حد يا جماعه خالص في الكورس عايز يخش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك. ايوه يلا اهو، يلا اهو كده كويس اهو. نوع ايه؟ يلا تاني. احنا ندوس على يساوي. يساوي اهي. بعدين على رقم 6 اللي هي اف 3. اف 3 اهي، هي حتى لقطه لوحدها. وبعدين بعدين ندوس على ناقص اللي هي ماينس اهي كده. تمام. بعدين بعدين على 2. 2 ندوس انتر ونقول سلام عليكم. بس كده 6 ناقص 2 يساوي 4. حد تاني غير نهى؟ يلا مين اللي جاي تاني؟ دنيا مثلا. دنيا كانت فاتحه ايه ال الكونكشن واقع. سامعيني كده يا شباب؟ تمام سامعيني. حد تاني جاي يتدخل معانا برضو في القسمه مثلا؟ ها الو. مفيش حد عايز يتكلم خالص يا جماعه؟ مفيش حد بيتكلم خالص؟ مفيش غير ابو عزيز بس. الو يا دكتور معاك مين؟ مين بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ في اكتر من حد. ايوه سامعني يا دكتور. ايفون. ايفون اسمك ايه؟ فادي ياسين. فادي ياسين ماشي يلا بينا في الاسم بقى. يساوي. يساوي وهتبقى الرقم 10. هندوس على كلمه 10 فهي اوتوماتيك هيقول لي الخليه نفسها. ماشي. على على دي، عارف على دي فين ولا لا؟ هي على بتبقى جنب زرار شيفت اللي هي بتبقى ظهر العربيه. حتى اهي العلا اهي، حتى اسمها ديفايدد اهي. ديفايدد اهي اللي هي العلامه دي اللي هي السلاش. تمام. وبعد كده ندوس على الاثنين. ندوس انتر هيبقى 10 على 2 في 5. كويس قوي. حد تاني بقى في في المالتي بلاي اللي هي علامه الاستريك دي. ها مين اللي جاي تاني؟ يلا شباب. دنيا عادل تقريبا. انت عايزه تسلمي؟ اي حد يعني تخشي معايا؟ مريم انت كمان. يلا مريم. يلا مريم انت. تمام. الو هندوس ايكوال. ايكوال يلا بينا اهي. ايكوال وبعدين بعد كده 2. 2 بالظبط. وبعد كده بعد كده هندوس ساينس. عارفه العلامه دي فين ولا لا؟ لا. شيفت 8 اللي هي شيفت 8 اللي هي العلامه اللي اسمها استريك او النجمه دي. وبعد كده 5 هتبقى 2 في 5 ب 10. كويس قوي. دي كده يا جماعه البيزك. البيزك اهو اللي هو ده اللي هو سم ماينس ديفايدد مالتي بلاي. ديفايدد اللي هي القسمه، مالتي بلاي اللي هي الضرب، والماينس اللي هو الناقص، والسم اللي هو الزائد. سم دي يا جماعه اسمها اسمها سم دي يعني جمع. سم يعني جمع عشان هنحتاجها تاني. تمام. نخش يمين شويه. يلا بينا يا ابو عزيز. ابو عزيز وقع ولا ايه؟ اوعى. بص هنروح داخلين كده كده شويه كده. نروح داخلين كده بس كده. بيقول لك بقى ايه بقى؟ بص بقى الجمال ده. بيقول لك ايه بقى؟ احنا عندنا شويه موظفين اهو. رقم الموظف، اسم الموظف، المسمى، والراتب، والموبايل. بيقول لك انا عايز اجمالي رواتب الموظفين كلها. هنعمل ايه يا ابو عزيز؟ هنعمل مارك او تحديد على الخلايا اللي احنا عايزينها كلها. ماشي. راتب مثلا الموظف نعمل عليها مارك كلها. ونيجي على خليه نعمل ايكوال. ماشي. ونعمل صم. ماشي. وبعدين اجمع الرواتب. بص بص يا شباب، لما احنا جينا عملنا هنا في الجمع هنا كنا بنجمع قيمه زائد قيمه، يعني الخليه دي زائد الخليه دي.
لكن لما تلاقي كمية خلايا بالمنظر ده ايه اللي هيحصل؟ هيظهر بقى معادلة تانية اسمها صم بيساوي صم. صم اهي يا جماعة SUM تمام؟ وبيقول لك انت عايز تصم ايه او تجمع ايه؟ قول له انا عايز اجمع كل الرواتب دي، تعلم عليهم كده وتنزل تدراج دراج او تنزل الاخر كده اهي، وتروح ده قافل تروح دايس انتر وخلاص. قال لك ان اجمالي الرواتب اللي الناس دي كلها 56000 جنيه تمام كده يا شباب. طب اجمالي عدد الموظفين، حد يعرف اجمالي عدد الموظفين؟ بص يا شباب في معادله اسمها صم، صم دي بتجمع الارقام بس، اما في معادله اسمها كاونت اي، كاونت اي دي بتعد. فلما ندوس يساوي كاونت اي اهي، كاونت اي اهي اسمها كاونت اي، ونيجي نعلم على عدد الموظفين دول كلهم كده ونروح دايسين انتر. قال لك ان عدد الموظفين بتوعنا دول 19 موظف صح كده يا ابو عزيز؟ 19 موظف اهو تمام تمام. طب متوسط الرواتب حد يعرف يعني ايه متوسط بالانجلش؟ افريج بالظبط. المتوسط يا جماعه بيتعمل ازاي؟ المتوسط بيقول لك مجموع الرواتب على عددهم، يعني دولت مجموع الرواتب اهو لو تلاحظوا 56000 وشويه وعددهم 19. هنعملها ازاي؟ هنقول له ده على ده صح كده؟ هيقول لي ان اجمالي نقلل بقى نقلل. بصوا شايفين كميه العلامات العشريه دي، فاحنا بقى نقللها شويه. بصوا ده اللي بيقللها ده اللي هي الديسيمال دي، دي اسمها ديسيمال تمام، ديكريز الديسيمال. بيقول لك ان متوسط الرواتب 2950 جنيه، بس احنا عملناها ازاي؟ احنا جبنا اجمالي الرواتب على 19 اللي هو عدد الموظفين. طب افرض انا هو انا عشان اجيب الافرج لازم اعمل الحسبه دي كلها؟ يعني لازم اجيب الراتب الرواتب الاول وبعد كده اجيبها على عدد الموظفين؟ لا، في معادله بقى اسمها افرج بيساوي اي اف اي في جي اي في اي ار اي افرج بالانجلش زي بالظبط. ونروح قايلين له ايه؟ نعلم له على كل دولك كده هو اوتوماتيك هيجمعها لي 2950 زي ما احنا طلعنا الرقم قبل كده. فهمتوا؟ تمام تمام. اعلى مرتبه او اعلى مرتب، اعلى مرتب حد يعرف اعلى مرتب يعني؟ طب حد يعرف يعني ايه قيمه عظمى؟ حاجه كبيره قوي. طب انا اقول لكم على حاجه اسمها ايه؟ لا اسمها ماكسيمم. ماكسيمم تمام. ماكسيمم لو دوست بيساوي دوس كلمه ماكس 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 اي ماكس اي، ونقول له احنا عايزين نشوف اعلى مرتب هنا كده نروح دايسين انتر. قال لك ان اعلى مرتب 3958. طب تعالى نعرف 3958 اهو الراجل ده اللي هو اسمه احمد السيد ابراهيم ده اللي احنا شرحناه قبل كده تمام. طب اقل مرتب العكس بقى، حد يعرف العكس بتاع الماكسيمم ايه؟ مينيمم مساوي يبقى من، يبقى من اهي بيساوي، وندوس على كلمه من ونروح عاملين نعلم على كل المرتبات دي كده اهي، ونقفل الكوز وندوس انتر. قال لك ان اقل مرتب 2036 تمام كده يا شباب؟ تمام تمام كده. حلوه الحته دي ولا لا؟ ممكن بس سؤال معلش. ماشي نبتدي كده بواحده واحده. قولي بقى كده اتفضلي قولي. الكاونت اللي هو اجمالي عدد الموظفين كان اسمها ايه؟ كاونت يعني يساوي كاونت ايه؟ كاونت ايه؟ اهي المعادله اهي تمام اسمها كاونت ايه؟ اهي ثواني اهي هكتبها لك. انا لازم اكتبها بعد الايكوال؟ ايوه طبعا. اهي وهي بتظهر لي وانا بختار؟ ايوه هي بتظهر لك. ايوه ما انت اهي بصي اهي هندوس كده بيساوي سي او يو اهي اسمها ايه؟ كاونت اهي كاونت ايه اهي. الو تمام. اه بدوس عليها وبعد كده بعمل سيلكت على المكان اللي انا عاوزه بالظبط كده وادوس انتر بالظبط كده تمام. حد عنده حاجه تانية عايز يقولها؟ اه دكتور هو الافرج بتاع الرواتب افرج ايه؟ احنا بنختار افرج وبعدين بنعمل الرواتب. اه الافرج ايه؟ بصي انا هنمسح كده بنختار بنعمل سيلكت اول على كل الرواتب ولا اي في اي ار اي اي افرج اي، ونروح معلمين على كل المرتبات اهي كده ونروح دايسين انتر. فكده جمع المرتبات وراح قسمها على عددهم. فاهم قصدي؟ تمام اه تمام.
وماكس ومين طبعا دي كده كده بسيطة يعني ماكس ماكسيمم ومينيمم دي حاجة عادية يعني. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى اللي جاية بقى دي بقى. تمام. بصوا بقى. بصوا بقى يا شباب. اللي جاي ده بقى يعني خير ان شاء الله. بصوا يا شباب. دلوقتي احنا قلنا في الصم في الصم احنا بنجمع كلهم. يعني لما جينا هنا في الجامعة هنا الرواتب لقينا كلمة صم دي بنجمع كل الرواتب. تمام كده يا شباب؟ تمام. كده واضح؟ طب لو انا عايز اجمع كل الرواتب اللي هي تبع المحاسب بس. يعني مثلا لو تلاحظوا مثلا هنا اسم الموظف في مثلا اسم موظف اسمه محمد سعفين مثلا. محمد سعفين ده لو احنا جينا عملنا هنا كده هما كلهم متكررين. فمحمد سعفين في كذا في كذا مكان هنا. يعني تعالى كده نبص كده محمد سعفين ده فين؟ تعالى كده ندور كده الاول ونشوفه كده الاول. هو مش موجود يعني. طب نخليه مثلا محمود خميس ده مثلا. ندور كده على محمود خميس ده كده. بصوا محمود خميس هنا وهنا. خدت بالكم هنا وهنا. تمام؟ تمام. فانا عايز اجمع كل حاجة تخص محمود خميس. هنجمعها ازاي؟ هي دي بقى الفكرة. بصوا يا شباب. اي حاجة فيها شرط يعني يقول لك اجمع لي كل المحاسبين. اجمع لي كل الاداريين. اجمع لي كل معرفش ايه. تفهم؟ فاهمين قصدي ايه؟ طب اقول لك على حاجه لحظه خليك بس لحظه كده خليكم معايا لحظه انا هعمل بس ستوب شير لحظه بعد اذنكم يعني اعمل شير اهو تمام كده يا شباب شايفين الحته دي كده تمام بصوا يا شباب خلينا في المثال ده احسن بكتير قوي بصوا يا شباب دلوقتي احنا عندنا محاسب 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 في اربع محاسبين انا عايز اعرف مرتباتهم ايه تمام فهنعملها ازاي؟ بصوا بقى يا شباب. احنا قلنا ان الجمع على طول بيساوي كلمة صم على طول. صم. ثواني كده احنا عايزين الكتابة دي تكبر شوية مش عارف ليه مش عايزة تكبر كده. صم. ايوه بالظبط. خليها أكبر كمان. معرفش الشيت ده صم. بالظبط. هتبقى صم كده. تمام؟ فأنا بقى دلوقتي أنا عايز أخليها تجمعني مرتبات كل المحاسبين اللي هنا هنعملها ازاي بصوا بقى يا شباب هنروح دايسين يساوي وفي معادله اسمها سم اف سم اف اهي سم اف بقى اقروا بقى المعادله بقى اللي فيها عشان بقى تبقوا عارفين ايه اللي جواها الرينج الرينج يعني بيقول لك ايه بقى الرينج انت بتدور فين معايا كده يا عبد العزيز تمام ثواني بس انا عايز اكبر الكلام البتاع هنا الكلام هنا قليل قوي لا خليه كده اه بالظبط كده يبقى شكله احسن كده كتير بصوا يا شباب يبقى صم اف بيقول لي الرينج الرينج انت بتدور فين اقول له انا بدور في المحاسبين يعني في المسمى الوظيفي تمام وبعد الرينج دي هتلاقي فيه علامه كوما كده او سيمي كولوم على حسب الويندوز بتاعك لا اما كوما او سيمي كولوم حد بيجرب ورايا ولا لا مفيش تمام هتلاقي فيه كوما او سيمي كولوم فندوس كوما بيقول لك كرايتيريا كرايتيريا يعني ايه كرايتيريا يا عبد العزيز يقول لي انت بتدور بايه كرايتيريا او المعيار بتاعك القيمه بتاعتك فين اقول له انا بدور بالمحاسب تمام اللي هي الخليه دي تمام فبعد كده يقول لي طب كوما بعد كده يقول لي انت عايز تجمع ايه اقول له انا عايز اجمع المرتبات بعد كده ادوس انتر قال لي بص بقى ان مرتب المحاسبين كلهم 12000 وشويه طب احنا عايزين نتاكد هنروح كده عاملين نقف على دي كده وندوس كده فلتر ونختار كده كلمة محاسب ونشوف كده كام المرتب كام بتاعهم 12665 تمام كده الو لا انا تهري الصراحه مش انا توقعت لا تاني معلش تاني انا لقيتكم سكتوا كده فكده انا عرفت ان انتوا خلاص طب خلاص الناس اللي بتفتح اللي... بص يا شباب بص احنا اولا احنا قلنا ايه الصم اف الصم اف هتكون عباره عن كذا حاجه تعال نجربها الاول تعال نعملها في ال يعني مثلا في ايه في الاداري مثلا بص احنا بنقول ايه اي جمع بشرط
بشرط، يعني نجمع بشرط، يعني مثلا يقول له ايه، انا عايزك تجمع لي كل الناس اللي هنا دي، كل مرتبات الناس اللي هنا، بس الاداريين بس. فاهمين قصدي؟ تمام تمام. انا عايز اعرف مرتبات الاداريين بس، فانا اقول له ايه، سم بيساوي سم اف اي، سم اف اي كده معايا ولا لا؟ تمام تمام. الرينج، الرينج دي يعني ايه يا جماعه؟ بيقول لك لما تقول له في رينج كام، الرينج ده عن المدى، صح ولا غلط يا شباب؟ تمام. بدور فين؟ هقول له انا بدور في اسم، يعني انت ده الاداري، يبقى انت بتدور فين؟ في الاداريين، في العمود بتاع الاداريين. تمام كده يا شباب؟ تمام ماشي. كانت وقفت لحد هنا صح كده؟ اتبعي بقى، اتبعي بقى المعادله. ايه المعادله؟ ايه بصي، انت واقفه هنا، لو تلاحظي الماوس اهو بيتحرك باللون اسود اهو، اول ما ادوس كوما ايه اللي هيحصل؟ نقلني على الحته السوداء الثانيه اللي هي اسمها ايه، كرايتيريا. كرايتيريا 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 يعني ايه؟ القيم والمعيار. بيقول لي انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بكلمه اداري. انت اخترت على العمود بتاع، على الخليه بتاعت اداري. تمام. وبعد كده ادوس كوما، يقول لي السام رينج. السام رينج، السام رينج ده ايه المدى اللي انت عايز تجمعه؟ انا عايز اجمع ايه؟ ها شباب، يعني احنا بندوس على الكولم كلها ولا على الخلايا معينه احنا عاوزينها؟ لا انا بدوس على الكولم كله، مفيش مشكله. بص يا شباب، اصل انا بفتح هنا السام رينج دي يعني ايه؟ السام رينج اللي هو انت بتجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع المرتب ده، واروح قافل داس انتر. قال لي ان الاداريين مرتبهم 25000 جنيه. طب بصوا، تعالوا نعملها في المبرمج عشان تثبت بقى اهي، وناخد المبرمج اهو كده كده. طلع دي كده شويه لفوق. بصوا يا شباب، المبرمج بقى بيقول لك ايه، انا عايز اعرف مرتبات المبرمجين، صح؟ الو تمام. تمام. بصوا يا شباب، بصوا المبرمج، المبرمج عباره عن اهو 1 2، يعني مرتبه كام؟ بصوا التوتال بتاعه ايه، 6634، صح كده اهو. ما هو هم 2 مبرمجين، مفيش مبرمجين تاني. تمام. فالتوتال بتاعه ما هو 6634. فهنعملها بقى ازاي؟ نطلع ازاي 6634؟ هنروح دايسين يساوي سم اف، سم اف. تمام. الرينج يعني ايه؟ المدى، انت بتدور المدى فين؟ معايا كده يا شباب ولا لا؟ تمام تمام تمام. انت بتدور فين؟ بدور هنا في الـ في الـ في المسمى، بقف على العمود كله ودوس كوما. الكرايتيريا بيقول لي انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بكلمه مبرمج. بعد كده دوس كوما تاني، يقول لي انت عايز سام رينج، انت عايز تجمع انهي مدى؟ اقول له انا عايز اجمع المرتبات دي كلها. سام رينج اهي، سام يعني حتى كلمه سام دي ظهرت. ادوس انتر، بص جاب لي كام؟ 6634. مش ده الرقم اللي احنا كنا بندور عليه؟ اهو 6634. شايفين الماوس بتاعتي ايدي اهي. اتفضلي قولي. الو، هو الصوت قطع؟ لا احنا سامعين. شباب انتوا سامعيني ولا لا؟ سامعين. تمام. سامعين حضرتك غير دكتور. سامعين تمام. ثواني خليكم معايا لحظه. تمام كده يا شباب؟ لحظة تمام. حاضر يا والدي، حاضر حاضر يا بابا. الو الو، سامعين كده يا شباب؟ كده سامعيني كده؟ سامعين حضرتك. الو، هو في ايوه مجدي، ايوه انا سامعك، انا سامعك، سامعينك. تمام كده يا شباب؟ فكده احنا عملنا المرتبات دي كلها. تمام كده؟ فكده احنا عملنا اللي هي اسمها سام اف. تمام كده؟ الو،
هو لو عملت كمان مرة عليها يبقى تمام. حاضر حاضر. احنا اول حاجة بنعمل على الكولم كلها، تاني مرة بنعمل على الكولم كلها ولا على على المحاسب بس؟ على المحاسب بس. هنعمل ايه كولم كله؟ هدوس بقى على المحاسب بس. ايوه دكتور، هو بعد الصم ايه؟ والمرة التالتة بقى الصم رجع مع بعض. قولوا كده تاني بالراحة، تاني كده. اه معلش قولوا كده، قولوا بالراحة. احنا بنعمل يساوي الصم اف. ما انا هعملها دلوقتي، هعملها دلوقتي. اه ماشي. تعالوا مثلا نشوف، نشيل مثلا الاداري دي ونعملها الاول تاني. بصوا يا شباب، سم اف احنا دلوقتي بنقول الرينج، الرينج عشان بس انتوا يعني لسه احنا الرينج، الرينج ده اللي هو المدى اللي بندور فيه، المدى اللي بندور فيه. تمام. الكرايتيريا، الكرايتيريا اللي بندور بيه، وبعد كده السم رينج. المدى اللي عايزين نجمعه. تمام كده يا شباب؟ كده الكلام كده وصل شويه ولا لا؟ الو تمام شايفين. بصوا يا شباب، الرينج المدى اللي احنا بندور فيه، اللي بندور بيه اللي هو الكرايتيريا اللي هي الاداري، المدى اللي عايزين نجمعه اللي هو راتب الموظف. تمام كده يا شباب؟ تمام. يعني كده كده وضحت شويه ولا لسه؟ ماشي ماشي. اه فهمنا كل جزء كده. يلا بقى نبتدي بقى نشرح. بص يا شباب، هندوس يساوي سم. تمام. الرينج، الرينج انت بتدور فين؟ اهي الرينج، اهي المدى اللي احنا بندور فيه اهو. انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في المسمى الوظيفي. مش احنا بندور في المكان اللي فيه الاداري؟ ما احنا مش هندور في الموظف، احنا هندور في المسميات، لان الاداري شكولة من الموظف الاسم الموظف. بصوا يا شباب، احنا مش بندور، احنا هنا الاداري ده، هل ده الاداري ده اسم موظف ولا مسمى؟ مسمى. بالظبط. يبقى احنا ندور فين؟ في المسمى. بالظبط. تمام. يساوي سم اف اهي الرينج او المسمى، وهندور على كل المسمى اهو. بعد كده ندوس ايه؟ كوما. الكرايتيريا احنا بندور بايه؟ هندور بالاداري، صح ولا غلط؟ اهي اللي بندور بيه. الو في الاداري دي احنا كده دوسنا على الخليه اللي مكتوب فيها كلمه اداري. أيوة مظبوط يا جماعه. ما هي جابت لي اتش 6 اهي، ما جابت لي اتش 6 اهي. ما هو ده اغلب الناس بتسال السؤال ده. تمام. اللي هو ايه السؤال؟ حد يا جماعه اتكلم معايا معلش عشان ما كنتش. اللي هو اتش 6 دي جايه ازاي؟ فهو ده كده يعني الخليه اللي مكتوب فيها كلمه اداري، عشان انا بسرش على الاداري. بالظبط. وهندوس كوما. تمام مظبوط. السم رينج ايه اللي انت عايز تجمعه، او انت عايز تعرف مجموع مرتباته؟ ما هو الراتب اهو. الراتب اهو. بعد كده نروح دايسين انتر. قال لي ان المرتب، الرواتب بتاع الرواتب، مجموع الرواتب بتاعت الاداريين كذا. مظبوط. تمام كده يا شباب ولا لا؟ يا نيسو، نيسو انت اسمك ايه؟ اسمك ايه بالكامل يعني؟ اسمك ايه؟ اه نسرين. يعني نسرين، يعني انت كده تمام فهمتي الحته دي؟ اه. اول مره بنقف على المكان نفسه اللي احنا عاوزين اللي هو الاداري من فوق الكرم كلها. يا نسرين، نسرين مش محتاجه انك تقولي انت بتقفي فين، انت المفروض تفهمي المعادله ما تحفظيهاش. اه اه. الرينج وال اه تمام والسم رينج. تعالوا بقى ده بقى مثال تاني خالص، مثال حي تاني خالص. بصوا يا شباب معايا كده يا ابو عزيز؟ معاك. احنا قلنا دلوقتي ده مجموع رواتب المحاسب والاداري والمبرمج، صح كده؟ تمام. انا بقى عايز اعرف عدد المحاسبين كام، عدد الاداريين كام، عدد المهندس كام، وهكذا. فاهم قصدي؟ عددهم. تمام. موظفين عددهم كام؟ مش احنا قلنا هنا في المعادله هنا ان في معادله اسمها كاونت ايه؟
ليه بنعد أيوة. عدد الموظفين ايوه يبقى علشان نعد بس بشرط يبقى هتبقى كاونت ايه هتبقى اسمها كاونت اف احنا قلنا ان اي معادله اي معادله فيها شرط هتبقى كاونت اف تمام كده يا شباب تمام فهنقول له بيساوي هنقول له بيساوي كاونت اف اف اي ظهرت اهي وهنقول له نقف احنا بندور فين يا في المسمى الوظيفي في المسمى الوظيفي عشان ده مسمى هنقف اهو كده تمام وبعد كده ندوس ايه كوما الكرايتيريا بقى انت بتدور بايه الو على العدد بتاع المحاسب الكرايتيريا دي اللي احنا بندور بيها يا جماعه في انا حاسس في انا كنت حاسس في ناس بتخانق في المايك انتوا طب حد بس يتكلم بس واحد تمام احنا ندوس يساوي كده كاونت اف اهي تمام احنا دلوقتي احنا عشان بندور بالمحاسب فندور على بندور بالمحاسب فندور في الحته بتاعه المسمى الرينج بتاعنا اهو المسمى الوظيفي تمام وبعد كده ندوس كوما الكرايتيريا اللي هي المحاسب اهي ونروح قافلين الكوز ده كده ونروح نسيت انتر قال لك ان هو في اربع محاسبين طب تعالى كده نتاكد ادي 1 2 3 ادي 4 4 فعلا طب حد يساعدني في الاداري تمام يلا انا معاك يا وزير كاونت اف بيساوي كاونت اف تمام هنعمل تحديد على الرينج بتاعنا في المسمى الوظيفي تمام تمام الكرايتيريا هنعلم على الاداري ونروح قافلين الكوس ونروح قايلين ده 8 طب انا دلوقتي تمام. انا مش هقعد اعمل كل شويه في كل ده هنيجي نعمل ايه بص شايفين ان اول ما تيجي تدوس على المعادله ايه شغاله اهي بص هتلاقي في علامه زائد اهي نروح دايسين عليها كده لتحت جابت لي كل الموظفين اهو بس كده بس كده حد فاهم حاجه ولا محدش فاهم حاجه تاني كده الحته الاخيره تعالى اهي احنا دلوقتي عملنا المعادله الاولى اهي المعادله الاولانيه اهي تمام لما هاجي اروح بص اجي اقف على اخر معادله اهي من هنا على الشمال على اليمين اهي هتلاقي في علامه زائد ظهرت اهي خدت بالك ما ظهرتش عندي لسه اهي شوف اهي انت عندك الاكسل يمين ولا شمال لا يمين شفت بقى يبقى روح ناحيه الشمال يا استاذ عبد العزيز تمام ظهرت كده لا انا مش بطبق دلوقتي انا ببص على الشير سكرين بس كده ونروح ساحبيني تحت كده دوس عليها كده دوسه كده وننزل لتحت بس كده تمام كده يا شباب تمام رجعنا بس كده يا شباب احنا كده خلصنا المحاضره الاولى بس كده السمري هنا يا جماعه تمام. انت كده شرحت كل ايه الماكس نايس بس انا هزود بس حته الكاونت اف والكاونت اي والماكس وال لا كاونت بس ايه اهي تمام بس كده هزود كاونت ايه وابعت لكم دلوقتي على الواتساب دلوقتي الحاجه بتاعتكم بس يا شباب انا صح الاكونت بتاعي على اليوتيوب انا هعملها لكم اهي دلوقتي لحظه هعمل بس كده ستوب انا هعمل لكم اهو دلوقتي هو انتوا فين انا مش لاقيكم انتوا سامعيني ولا ايه ايوه اهو لا انا كنتش شايف لا انا ما كنتش شايف خالص ستوب اهو نعمل لكم كده شير اهو بصوا يا شباب انتوا كده شايفين لا انتوا كده شايفين صح بصوا دي ده الاكونت بتاعي اسمه السرشاجي السرشاجي اهو انا هحط لكم دلوقتي في حضرتك تبعت الشيت علشان نشتغل على نفس الداتا طبعا انا هبعت لكم دلوقتي اساسا الشيت على نفس الداتا دلوقتي اهو ده القناه بتاعتي على اليوتيوب فيها حوالي 600 فيديو يعني دي من حياتي كلها طبعا بقى في بلاي ليست ايه اسمها بلاي ليست اسمها الاكسل او تعليم الاكسل اهي فين اكسل فين اكسل اهي دي فيها كل انواع الاكسل بكل تفاصيله هتلاقوها دلوقتي في المحاضره يعني هتلاقي بلاي ليست كده مليانه اكسل وهكذا تقدروا تستفيدوا منها كتير قوي في فيديوهات كتير قوي فيها
تمام كده يا شباب. انا بس حبيت ان تمام. أنا يعني اوريها لكم بس كده اللي هي التفاصيل دي بس كده، وانا بعت لكم اسم القناه على اليوتيوب على المسج اهي، وابعت لكم كمان على الواتساب، وابعت لكم كمان اللينك اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي ده، او اللي هو قصدي الورك بوك اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده، هبعته لكم على الواتساب حتى تشتغلوا عليه. ماشي يا شباب؟ في حاجه عايزينها في اي حاجه؟ لا شكرا يا عشان انا هنطبق شكرا ان شاء الله لما نطبق دوت هيبقى تمام معانا. ماشي حاضر. بصوا معلش ممكن المحاضره الجايه نبعت الشيت عشان نشتغل ونمارس على الاف اكس. بص يا بص يا حسام، انا عارف الاف اكس ده عباره عن ايه، بس انا بحب اشتغل بايدي علشان الناس تتعود على المعادلات بايديها، وبعد كده لما تتعود هتشتغل على الاف اكس بعد كده. فاهم قصدي يا حسام؟ بس كده يا جماعه، فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم يوم الجمعه الجايه باذن الله. ماشي يا شباب؟ شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا جدا. مع السلامه. مع السلامه.